السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم يا رب بخير وسعادة وهنا يا رب. إيه عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا، بحب اوي انزل فيديوهات وخصوصا بقى روتينات عشان اشوف تعليقاتكم الحلوة اللي بتسعدني وبتفرحني. ربنا يا رب يفرح قلبكم ويسعدكم يا رب. النهاردة ان شاء الله في الفيديو هو روتين سهل كده، ما حبيتش ان انا اطول عليكم النهاردة. إيه برضو هقول لكم في الفيديو ازاي تقسمي الكيك اللي هي بتبقى على شكل قلب، لان بيبقى تقسيمها ساعات صعب شوية على ناس، فهقول لكم الطريقة سهلة جدا. يلا نبدأ مع بعض. أول ما قمت عملت، كنت أنا أساسا عاملة من بالليل كيك، يعني قبل ما أنام على طول عملت الكيك، قلت عشان الصبح أول ما نقوم عشان لو قمت متأخر ولا حاجة يكون في فطار جهز. فقمت بقى عشان أقطع الكيك، يعني أقطعها. فكده دي طريقة تقطيعها، بتقطعيها كأنك بالظبط عاملة كيك عادية، يعني اللي هي مثلثات كده. عملت كيكة اللي هي الكيكة العادية اللي هي بتاع الكيكة اليومية ديت، طريقتها سهلة جدا وبسيطة. انا كنت عاملاها على القناة قبل كده، حابة اسيب لكم برضو الرابط بتاعها تحت في صندوق الوصف لو حابين ترجعوا له في اي وقت. بتبقى كيكة ناجحة جدا، شايفين هشة وجميلة قوي، وبيبقى فطار خفيف وحلو. عملت برضو طبعا حليب بالشاي، وفي ناس برضو بعمل لهم حليب بس. فهنا خلاص انا بجهز بقى عشان نفطر. يعني احيانا بحب اللي انا يعني بحب اغير قوي في اكلي، يعني احب اغير في الفطار. حاولي انت على قد ما تقدروا ان انتوا تغيروا في الفطار بتاعكم، تغيروا في الغداء، دايما تعملوا حاجات جديده للولاد عشان يحبوا الاكل اللي في البيت وما يطلبوش اكل من بره. يعني هو طبعا العيال برضو مهما تعملي لهم بيبقوا حابين برضو يعني يغيروا، ساعات بيبقوا عايزين ياكلوا من بره. بس انا والله من كتر ما بعمل لهم كل حاجه في البيت دلوقتي الحمد لله، يعني بقينا لما نيجي ناكل بره ما بنبقاش مستطعمين الاكل خالص. وحتى ولادي دلوقتي بيقولوا لهم ماما الاكل بتاع بره مش حلو، فيعني خدوا بالكم، جددي لهم في الاكل بتاعهم، اعملي كل يوم فطار مختلف، غدا مختلف، وربنا يا رب يوفقنا ويعيننا كده يا رب. ايه خلاص فطرنا الحمد لله. ايه دخلت بقى الاوضه بتاعتي عشان انضفها. طبعا شلت الملايه زي ما بقول لكم دايما، ايه بشيل الملايه في الصيف على طول، يعني كل يومين، ايه احيانا بتبقى بتحتاج اللي هي تتشال كل يوم، فيعني على حسب يعني الملايه شكلها ايه. والمخدات طبعا ده لازم كل يوم بتغير المخدات. خلاص انا هفرش هنا كده خلاص الملايه، وهفرش وانضف الاوضه. المهم بقى كان في جالي كام سؤال كده، انت ليه مامتك قاعده عندك وانت زوجك مسافر ولا لا ولا ايه؟ يعني عشان كده هي قاعده عادي، يعني يا ماما قاعده معايا. انا اساسا بحبها تقعد معايا جدا جدا، يعني عارفين بتسليني جدا. قعدتها جميله ما شاء الله عليها ماما، ربنا يا رب يحفظها ويبارك فيها يا رب ويحفظ كل امهاتنا. بتقعد معايا هي، احنا اساسا في الاساس ست بنات، فهي جوزتنا بقى كلنا، فمحدش بقى معايا، يعني هي قاعده بقى لوحدها وكده. هي ما بتبقاش عايزه تيجي خالص، يعني لما هي بتبقى بتحب تقعد معايا وكل حاجه، بس بتقعد تقول لي خليني في البيت احسن، ببقى واخده راحتي ومش عارفه ايه وكده في بيتها يعني. بس انا اقول لها يا ماما خليكي معايا تعالي وكده، وانتي كمان قاعده لوحدك ايه المشكله ما تقعدي معانا وكده. فبتيجي بقى تقعد معايا شويه، تروح عند اختي شويه، لان احنا كلنا مش متجوزين يعني في البلد، هي واحدة بس من اخواتنا، يعني من اللي هي اختي واحدة هي اللي متجوزة في البلد، فكلنا برا يعني. فهي بقى بتروح عند كل واحد شوية، واحنا بصراحة يعني بنتخانق عليها عارفين. فخلاص فعادي بقى، فهي بتقعد معايا. احيانا بتقعد في البلد زي ما قلت لكم، والسبب انا زي ما يعني عادي، هو ما فيش اي سبب، يعني هي قاعده معايا انا بحب قعدتها جدا. هي برضو في كتير قوي تقعد تقولي سيبيني براحتي، يعني لما اكون عايزه اروح سيبيني اروح، يعني لان طبعا العيال بيزعجوها جدا عندي، بيعملوا لها وش وكده، فبتبقى عايزه برضو تقعد مع نفسها. احيانا كده تقعد مع نفسها وتقول لي ده الواحد لما بيكون قاعد، يعني بتقعد معايا تقول لي انا لما اكون بقى مع نفسي كده في البيت بصلي كتير جدا، بحافظ على الصلاة وفي وقتها دايما بصلي بالليل، بقرأ قرآن، لكن عندك هنا في وش كده مش حاسة. بس أنا بصراحة بحبها تقعد معايا، ربنا يا رب يحفظها يا رب ويبارك فيها. قعدتها جميلة، ربنا يا رب يحفظ الجميع الأمهات يا رب. أنا هنا خلاص نظفت الأوضة زي ما انتوا شايفين، ودخلت على الأوضة بتاعة البنات برضو هنضفها. نضفت اللي هو السرير اللي تحت ده وقفلته.
انتوا طبعا شايفين السجاده متشاله، هو ساعات ولادي وهما بيشيلوا بيفتحوا السرير بالليل بيشيلوا السجاده، واحيانا بيسيبوا السجاده يعني، فهما بقى شالوها، فخلاص بيبقى سهل، بتبقى سهل شويه في الفتح والقفل يعني، والسجاده متشاله. فهنا خلاص برتب بقى الكوفرتيات. انا اول بقى ما قمت الصبح زي ما قلت لكم فطرنا، وقعدت اديت للولاد درس جديد في القرآن، قعدوا يحفظوه. وطبعا كل اللي بتخلص تيجي تسمع لي، طول ما انا بشتغل كده وانا في الأوضة وانا في المطبخ، واحدة مثلا خلصت حفظ تيجي تسمع لي، انا اقرأ الصغيرة لان الصغيرة بتبقى محتاجة ان انا اقرأها كتير، فبقرأها برضو تيجي وتسمع وانا واقفة يعني، مش شرط ان انت تكوني قاعدة وتقعدي تقرأيهم يعني، ممكن وانت بتشتغلي يعني تعملي حاجة يعني زي كده. بس انا كده خلاص خلصت الاوضه الحمد لله، شلت السجاد وكنست تحته يعني كتير قوي، اوضه البنات بشيل السجاد بتاعها اللي ساعات بيبقى فيه حاجات مش نظيفه وكده فبشيلها، وهنا برضو بكنس، لازم بكنس السجاد بالمكنسه، بتطلع بقى لو في اي شعر، لان احنا طبعا يعني احنا 4 بنات كده في البيت، فعلى طول بيبقى السجاد فيه شعر، فعلى طول بقى بكنس بالمكنسة، ما شاء الله بيطلع بقى اي حاجة تكون مش نظيفة، واي شعر لو في فتلة لو حاجة جميل. إيه خلاص كده خلصت الأوضة، طلعت بقى على الطرقة نظفتها كنستها يعني، وبعدين اخدت بقى الغسيل اللي انا يعني شلت الملايات طبعا بتاعت الأوضة بتاعتي وأوضة البنات، ودخلتهم الغسالة، شغل بقى الغسالة، وبعدين هنا دخلت على أوضة الليفينج. انا عندي الاوض كلها مش بتاخد مني وقت خالص، لكن اوضه الليفنج هي اللي بتاخد مني وقت شويه، لان طبعا زي ما قلت لكم قبل كده قعدتنا طول النهار فيها، طول الوقت احنا قاعدين فيها، فبتبقى شويه يعني بتاخد وقت. هي بقى ماما كمان بتحب تقعد هناك في البلد كتير يعني في بيتها، لان اخواتها كلهم هناك، فبتروح لهم بقى كتير وبتزورهم وكده، لكن انا بقى اللي بنقعد نقول لها يا ماما تعالي اقعدي معانا شويه مش عارفه ايه. وزي ما قلت لكم هي فعلا قعدتها جميله جدا مسليه، انا بحب جدا تقعد، وربنا يا رب يبارك فيها يا رب ويحفظها لنا كده يا رب، ويحفظ جميع الامهات يا رب ويحميهم. انا خلصت الاوضه خلاص كنستها، وهنا حطيت اللي هو المعطر فريده بريحه النظافه، وهمسحها بقى يعني، هي بمشي بالشرشوبه كده بس هي نظيفه الحمد لله، وطبعا برضو تحت الكنب نظيف يعني، فبعمل بقى السجاده بالفرشه كده بسرعه عشان ينضف ويبقى كويس، وبرضو لو في اي حاجه، لان طبعا احنا قاعدين فيها طول النهار، فممكن بيبقى في حاجات وقعت في الارض عامله اثار وكده مبقعه، فانا بغسلها. هي دي الحنفيه اللي انتوا كنت سالتوني عليها المره اللي فاتت، انا كانت الحنفيه عندي اتكسرت، اللي هي الحنفيه نفسها ديت الحته السودا دي، بس كانت اللي قبلها بقى كانت اتكسرت، فانا غيرتها وجبنا دي جميله جدا بقى، حبيتها قوي، بتروح يعني مرنه، بتقدر ان انت تحركيها بسهوله جدا من غير ما يحصل لها حاجه، وبتطول بقى قوي لو يعني انت عايزه تعملي حاجه يعني تكون بعيده شويه بتودي الحنفيه يعني. بس انا كده شلت بقى الحاجات اللي هي بعد الفطار، دخلتها الغساله، والحاجات اللي انا هغسلها على ايدي غسلتها. انا بدخل الكوبايات البلاستيك دي عادي الغساله، بس كانت الغساله خلاص فيها حاجات كتير. وهنا بقى المكعبات اللي انا بحط فيها التلج غسلتها، وهحطها بقى في الفريزر. وانا خلاص ما بقيتش احط بقى في الفريزر ميه، والديسبنسر خلاص ما بقيتش اشغله يعني، فبس بحطها عشان احيانا لما اكون عامله عصير ولا حاجه بيبقى محتاج اللي هو يبقى سنه يعني بارد، احنا مش بنحب الميه الساقعه قوي، وعلى فكره كتر الميه الساقعه اللي هي الساقعه قوي بتبقى غلط جدا يعني، جيت في فتره وبطني بقت توجعني كتير قوي، فما كنتش عارفه ايه السبب يعني، حتى كنت باكل عادي وما باكلش اكل من بره ولا اي حاجه، ومش ملخبطه في الاكل، وكانت بطني بتوجعني جدا. فاكتشفت بقى يعني بعد ما خلاص ما بقيناش نحط ميه وكده، لقيت الحمد لله بطني خفت تماما يعني، ما بقتش خلاص يجي لي المغصه اللي هي بتيجي ديت، فقلت يبقى هي الميه الساقعه ديت هي كانت السبب. انتوا لو يعني في ناس ما بتحبش خالص تشرب ميه يعني
مش ساقعة، يعني لازم تكون المية ساقعة كده بنسبة معينة كده عشان تبقى ايه مستمتعة وهي بتشرب. لو كده ما تخلوهاش ساقعة قوي، يعني خففوها بمية باردة بحيث ان هي تكون معقولة، ما تبقاش اللي هي ساقعة جدا. انا خلاص زي ما انتوا شايفين دخلت الاطباق زي ما قلت لكم، غسلت الحاجات اللي انا بغسلها. هنا هعمل وراك، وزي ما بقول لكم دايما انا بحب الوراك جدا، يعني انا دايما بجيب الوراك وبجيب الصدور اعمل بيها بانيه اللي هي الصدور المخلية. برضو بجيب احيانا يعني فرخة كاملة، بس مش قوي، يعني احنا بنحب الوراك جدا طرية وجميلة. انا خلاص غسلت الفراخ كويس جدا، يعني اهم حاجة عشان الفراخ عندك ما تبقاش ريحتها زفرة تغسليها كويس قوي، وبتنقعيها بقى في شوية ليمون بملح، وبرضو لو عايزة تحط شوية خل بتحطي. انا عملتها في شوية ملح وليمون. وهنا البطاطا انا كنت غسلاها يا دوب شطفتها كده بس شطفتين كمان. انا هشغل الفرن النهارده، فبستغل بقى الفرصه، بحب جدا لما بكون مشغله الفرن بالمره اعمل لو في بطاطا هعملها اشويها، او لو بطاطس عايزه اشويها، فبشوف بقى الحاجه اللي انا عايزه ادخلها بالمره في الفرن وادخلها. خلاص كده ال اسمها ايه الفراخ سبتها على جنب شويه. وهنا الحوض بقى يعني هجففه، ما برتاحش لو الحوض يعني جاف كده ما فيهوش اي حاجه، حتى لو بشتغل تاني وبيتبل طول الوقت اجفف فيه. جبت بقى بطاطس عشان هعمل لهم شيبسي، يعني هما طلبوا شيبسي يعني، فقلت لهم تمام هعمل لكم انا، بلاش تشتروا من بره وكده. على فكره بيبقى طعمه جميل جدا والله، يعني بيحبوه اكتر من اللي بره. وطبعا بتعملي بقى كميه كبيره فبيبقى حلو. بجيب اللي هي البتاعة دي، يعني اللي هي بتاعة المبشرة وبتبقى فيها كل الحاجات دي، فانتي بتعمليها شرايح كده رفيعة جدا ما شاء الله. بس خدوا بالكم بقى وانتي بتعمليها، لان لما البطاطسية بتكون خلاص خلصت ممكن تعور ايديكم، يعني ان طبعا سكينة حامية جدا، فتيجوا على الاخر بقى وتمشوا بالراحة قوي. خلاص انا عملت كده، شايفين رفيع وجميل ازاي. هغسله بقى كويس، وبعدين بحط بقى عليها ليمون، وبحط خل، بحط فلفل اسود، وبحط برضو ملح. المهم بظبطها جدا، بتبقى طعمها والله لا بيبقى طعمه جميل قوي، وبيبقى متعب شويه في القلي، يعني لان الواحد بيقلي واحده بواحده، بس في الاخر بتعملي اي حاجه في البيت وتبعدي ولادك برضو، يعني عايزين على قد ما نقدر نبعدهم عن الاكل اللي هو الخارجي ده. وربنا يا رب يعافيهم ان شاء الله ويحفظهم يا رب. خلاص بقى هشيلهم كده برضو على جنب وانضف الحوض. خلاص انا كده عملت الفراخ. انا كنت عامله الطريقه بتاعتها ديت مره، هبقى اسيبها لكم تحت في صندوق الوصف. انا عملتها حشيتها ببصل وفلفل وطماطم، وعملت طبعا طاجن رز معمر جنبها، وحطهم بقى في الفرن. هنا الصاله نضفتها، والحمام برضو خلاص انا كنت طبعا غاسله اسمه ايه الفرش بتاعه معاكم. كانت في واحده سالتني بتقولي هو عملي اللون الفاتح، بصوا انا هقول لكم حاجه، هو اللون الفاتح انا كنت عندي غامق وكان عندي الوان فاتحه، فبصراحه اللون الفاتح جميل جدا جدا، زي ما بتنضفي الغامق هتنضفي الفاتح. وهنا طلعت نشرت خلاص، وحطيت بقى الاكل واتغدينا، وده كان جزء من يوم النهارده. يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير. مع السلامه، باي باي.